حمبركين مبيرحه، والا بيجوا 10 صواريخ ورا بعض قعدت بين الاولاد وبين المدنيه. طيب نحن المدنيه شو عاملين لهالعرصات لهالجبهه ليشردونا ويضربوا اولادنا؟ يروحوا يحرروا في غير مطرح، شو شافوا عنا هالكليب ليجوا يحرروا عنا؟ شو في عنا هون؟ يروحوا يحرروا عن النظام، يروحوا يحرروا على غير مطرح، شو جابوا لعنا نحن؟ شو لهن عنا تنجيسي؟ وارضنا ما بيدخلوا، والا لا كان متنا بس بيدخلوا. فقنا الصبح على القصف دخان ما نمنا الليل. نحن مدنية هون جماعة، الأولاد ترعب والنساء تهجرنا من القصف. إيه نحن مدنية عزلة. ليش هالحرب هيدي؟ إذا الجبهات كلها مفتوحة، اللي بده يستلم سلطة يروح على الجبهة، ليش عم يجوا يقتلوا هالناس ويروحوا هالأطفال؟ والنساء وابنسوانا كلها طيفشي على الدروب. يا شباب نحن أهالي عنجارة وأهالي ريف الغربي، نحن جماعة بسطاء بس عنا كرامة وعنا شرف، وما بنسمح الإنسان يتدخل في شؤوننا ولا يقرب يتعدى على عرضنا وعلى أرضنا، لا الجولاني ولا غير الجولاني. ونحن بيركين عم يطبوا علينا صواريخ وقذائف، يعني إلا شو بدهم يضربونا محرم. شوفي عنا نحن اللي عم يعاملونا في هالمعاملة هيدي، والله إذا ما بضل مننا إلا حرمة وحدة مو شخص واحد، أراضينا ما بيدخلوها. لكان في بالهم حلمانين هالحلم، هاي يبعدوا عن هالحلم كتير.